إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أما بعد، عباد الله، خلق الله عز وجل عباده لعبادته، وتكفل بأرزاقهم وأقواتهم وغناهم وغناهم وفقرهم وصحتهم ومرضهم، وتكفل بحياتهم ومماتهم، وتكفل بنشرهم وبعثهم وحسابهم وجزائهم. قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. أقام الحجة على عباده بأمره ونهيه، فأقام الحجة على خلقه سبحانه وبحمده بميثاقه الأول: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم أقام حجته على عباده بالفطرة التي فطر خلقه عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وقال الرب عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم أقام حجته سبحانه وبحمده بواعظ الإيمان في قلب كل عبد مسلم. ثم أقام حجته بإرسال رسله وإنزال كتبه. قال الله سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وبحمده: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط يرفعون إليه رغباتهم ورهباتهم أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه وبحمده: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بعث فيهم سيد الأولين والآخرين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فبلغ أتم البلاغ وأتم البيان، ما كتم شيئا مما أمر الله عز وجل به بلاغه، ما كتم شيئا مما أمر الله عز وجل به من البلاغ، ولا قصر في ذلك عليه الصلاة والسلام، ولا حاب أحدا على مراد الله عز وجل. واستشهد أصحابه رضي الله عنهم على ذلك، فشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ونصح. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، يصدق ذلك قول الرب سبحانه وتعالى، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. إنكم مسؤولون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك نصحت، ونشهد أنك بلغت ونصحت. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. خصه الله عز وجل بالنبوة، ثم خصه بالرسالة والوحي، وجعله خاتمها صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اصطفاه ربه من صالح عباده المؤمنين، ثم اصطفاه ربه من الأنبياء، ثم اصطفاه ربه من الرسل، ثم اصطفاه ربه من أولو العزم، فهو خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. أجر الله على يديه الآيات والبراهين الدالة على صدق نبوته وصدق بلاغه عن ربه عز وجل،
فمنها ما كان تأييدا له صلى الله عليه وسلم لما فمنها ما كان تأييدا له وتصديقا له في وجه من كذبه وخالف دعوته، ومنها ما كان تسلية له صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كانت نصرة له صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كانت تثبيتا له ولأصحابه. فأسرى به ربه سبحانه وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منزلة يسمع فيها صريف الأقلام، وسبح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم والصحابة يرون، وحن الجذع في مسجده، ونصر بالرعب شهرا عليه الصلاة والسلام، ونصر بالصبا كما أهلكت عاد بالدبور، واختصر له الكلام اختصارا، وأوتي جوامع الكلم، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأعطي الشفاعة التي لم يعطها أحد من الأنبياء، ونصره ربه بعد موته ببلوغ دعوته، فبلغت دعوته بعد موته صلى الله عليه وسلم مبلغ الليل والنهار، ونصره ربه بعد موته بطهارة عرضه، فلا يلغ في عرضه صلى الله عليه وسلم إلا مأفون الردي، وعصمه ربه حيا من الذنوب والأخطاء والمعاصي وما يخل بأهل المروءات، وعصمه ربه حيا من أن يحال بينه وبين بلاغه دعوة ربه كما وقع ذلك الأنبياء بني إسرائيل، فلم يقبضه ربه حتى بلغ البلاغ التام، وبلغ مراد الله عز وجل من عباده وإخلاص العبادة له. ثم يجري الله عز وجل على يديه من الآيات التي لا تكون لغيره من إجراء الحساب يوم القيامة والمقام المحمود واللواء المعقود والحوض المغرود. جعل الله عز وجل إجراء الحساب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتطاير الصحف، وأن يلزم كل إنسان طائره في عنقه، ونصب الموازين، وأن يقوم الناس لرب العالمين بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وآدم ومن دونه تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، هو الذي يستفتح باب الجنة ولا يفتح لأحد قبله، وهو الذي يكرمه الله عز وجل في أمته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يظهر مقامه وفضله عليه الصلاة والسلام على الأولين والآخرين الأنبياء وأتباعهم وغيرهم من أهل الملل. ومع ذلك كله، مع ما خصه ربه عز وجل من الخصائص الحميدة والخلال الجليلة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أدبا مع ربه، وأكملهم تواضعا، اختار أن يكون عبدا رسولا. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وملك من السماء، فقال: يا محمد، إني رسول ربك إليك، أن تكون نبيا، أن تكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أكون عبدا رسولا، أجوع تارة وأشبع تارة. فرفع الله عز وجل قدره، ووصفه بأرفع الصفات وأجل المقامات، وصفه بالعبودية، ولم يحب غيرها لنفسه. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، وفي رواية: ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، لا أحب أن تنزلوني منزلة غير التي أنزلني الله عز وجل. وقد أنزله الرب عز وجل مقام العبودية، فهو عبد أكرم الناس عبادة وأتمها، عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم. قال فيه ربه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال فيه تبارك وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال عز وجل: فأوحى إلى عبده ما يوحى. ووصفه ربه سبحانه وتعالى بالرسالة، فهو رسول أمين مؤتمن لا يخون ولا يكذب صلى الله عليه وسلم. عرف الصحابة رضي الله عنهم مقامه، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلق الناس بكل مدح، ومع ذلك إذا وقع منهم نوع من الغلو نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لرضاه بأن يكون عبدا ورسولا لله عز وجل، وخوفه على أمتي أن يستهوينهم الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم للتي قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال: دعي ذلك وقولي كما كنت تقولين، أي من وصف العبودية والرسالة والنصر والتأييد والكلآن والحفظ وغير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل جاء إليه فرعب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى رعدت فرائصه، قال: على هونك،
إنما أنا رجل من قريش ابن امرأة كانت تأكل القديد، وعلى ذلك ربى أصحابه رضي الله عنهم، رباهم على أمرين: على كمال الاتباع له صلى الله عليه وسلم والطواعية له، وأن لا ينزلوه منزلة لا يرضاها لنفسه ولا يرضاها له ربه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأتباعه، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه وأتباعه. ثم أما بعد، عباد الله، خص الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما ليس لغيرها من الأمم. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس، كما عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرفع لي سواد عظيم، فقيل له: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، ولا يقدر حثيات رب العزة عز وجل إلا هو. ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا صلوا صلوا كما صلى نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأخذوا عنه مناسكهم، وتوضأوا وضوءه، وعاملوا الناس في الأخذ والعطاء والبيع والشراء والمخالطة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم من حسن الخلق ومن الصفح الجميل ومن غير ذلك. وإذا كانوا مجاهدين في سبيل الله جاهدوا في سبيل الله كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نزلت بهم كروبات إنما فزعوا إلى الله عز وجل، لأن النبي أمرهم بذلك، مع أنهم أعرفوا الناس بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه ومنزلته ومحله من ولد آدم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عباد الله، من لوازم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لوازمها أنه لا يسهو أحد من الناس الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، ولا يسهو أحد أن يتبني دعوة أو فكرا أو توجها عقديا أو فكريا غير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعث به. ومن لوازمها أن لا يحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غير مراد الله ومراد رسوله. ومن لوازمها أن لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لوازمها أن لا يقلل ويزهد من شيء بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زهد في شيء بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأفون مطعون في ديانته. قال الرب عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وبحمده: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم كما لم تقسم لنا صحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، اللهم لا تحل بيننا وبين جواره وشفاعته، اللهم لا تحل بيننا وبين جواره وشفاعته يوم القيامة، اللهم لا تحل بيننا وبينه بذنوبنا عن شفاعته وجواره يوم القيامة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.